اليوم حسابي برعاية كم دراي. للأمانة الشركات اللي أنا صورت مسابقا ممتازين، لكن هذه أكثر احترافية بحكم أن عندهم وكالة أمريكية، مواد متخصصة للتنظيف، مواد كيميائية. غير ذلك كل نوع له مادة، مثلا الرخام له مادة، السيراميك له مادة، الحرير له مادة، الموكيت العادي له مادة. متخصصين جدا 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 في التنظيف، عندهم حمالة فوق 3000 عامل من 2006 هم يشتغلون، فيستاهلون اني انا اتكلم عنهم هالكثر واصور عنهم. ليش؟ لانهم شغلهم نظيف جدا جدا جدا. ما شاء الله، شركة ابراج قطر هم وكلاء لكم دراي الامريكية. وكالة هذه شركة صار لها من 2006، تخيلوا شركة ما شاء الله كبيرة جدا، وعندهم اكثر من 3000 عامل. امس اشتغلوا لي في الحوش، نظفوا لي الحوش، وما شاء الله واجهه البيت اللي هي الدرايش هذه كامله، لكن كان الوقت في الليل ما قدرت اصور. الان عندهم تنظيف كامل للفيلا، سواء تنظيف الجاف، الستاير، الكنب الى اخر، بالاضافه الى السيراميك، الجرانيت، جلي، الرخام، وعندهم سيستم كامل للحشرات وغيره، الحدائق، مع هذا الجهاز اللي تشوفونه. شوف اللون الاسود كيف، مع اني جبت كذا شركه عقب ما نزلت البيت قالوا هذا لا، هذا لون السمنت، هذا لون ما ادري ايش، ما يروح. رجعت جديده.